السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في الرسالة رقم 106 خصصناها اليوم نيابة عن كل الشباب في الحركات العصيان المدني وكل الشباب، ونيابة أيضا عن الشعب السوداني وأصالة عن نفسي. بعد التحية لكم جميعا أعزي نفسي وإياكم في فقيدة البلاد الأستاذة المناضلة فاطمة أحمد إبراهيم، لها الرحمة والمغفرة. الحديث عن الأستاذة فاطمة والحديث عن الموت أمر صعب جدا. كما يقولون، من خاف الوعيد قصر عليه البعيد. وكما هو معروف، من طال أمده ضعف عمله. إن الله سبحانه وتعالى لم يخلقنا عبثا ولم يتركنا سدى. الأجل مستور والأمل خادع. نشيع الجنائز ونمشي معها ونحن في قفلة عنها. إن الموت له كأس سيشرب منه كل إنسان حي، ولكن بعض الناس ينسوا هذه الحقيقة. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان دائما يقول: أكثروا من ذكر هادم اللذات، أكثروا من ذكر هادم اللذات وهو الموت. فالموت مدرك لنا جميعا، ولو كنا في قصور وفي أبراج مشيدة. فالموت لا يفرق بين الأحباب والأصدقاء، والموت له هيبة تخضع لها الرؤوس وتنحني لها الزهور، وله رهبة تخضع لها النفوس وترجف من أجلها النفوس. رحلت اليوم في هذا الصباح الباكر الأستاذة فاطمة أحمد إبراهيم، والكل يعلم بحجم هذه القامة الوطنية فاطمة، وهي مواليد 1933، وكانت من البدايات في تأسيس تعليم المرأة، وكانت رئيس التحرير صحيفة الرائدة وهي طالبة المدرسة الثانوية أم درمان، وهي من بداية الذين قادوا النضال عن طريق الإضراب النسائي في السودان في المدرسة، حينما رفضت حذف مواد علمية عن المنهج الدراسي، وكان موقف داخل المدرسة مشرف، وبالتالي استطاعت أن تقود أول اتحاد نسائي في العام 1952، ودورها معروف في دستور السودان 1954، واستطاعت أن تثبت حق المرأة في التصويت والترشيح والانتخاب والحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمرأة السودانية، ونجحت أن تعمم هذه الحقوق في كل مؤسسة الدولة التشريعية والسياسية والإدارية، واستطاعت أن تشارك الأستاذة بجهد ضخم جدا في ثورة أكتوبر 64، وعليه كانت أول امرأة سودانية في البرلمان في العام 1965. ولكن الأحداث كثيرة في السودان، والتقلبات السياسية كثيرة، وتغيير الأنظمة كثيرة، وكان غدرها أن تفقد زوجها النقابي المعروف الأستاذ الشفيع أحمد الشيخ، والذي تم إعدامه في أحداث 71. وفقدت الأستاذة زوجها وكان لها طفل ولم تتزوج آخر لتؤسس أسرة كطبيعة الحال للمرأة السودانية، ولكنها كانت تعتقد أن الأسرة بالنسبة لها هي الشعب السوداني، وكل أبناء وبنات السودان هم أولاد وبناته. لذلك لم تفكر في الزواج مرة أخرى، وإنما تزوجت القضية الوطنية، قضية الديمقراطية والحريات. لذلك استطاعت أن تصمت خلال السنوات السابقة من عمرها أن تواجه الظلم والقهر والاعتقال والقيد في منزلها لمدة سنتين ونص
اللي هو يسمى اللغام الجبرية في عهد مايو والاحتلالات، ولكنها نشطت مع كل القوى الوطنية في مواجهة نظام مايو وسقط نظام مايو، ولم تتشفى الأستاذة الراحلة بأنها فقدت زوجها لأن قلبها كان أبيض، ولأنها كانت محبة للخير ومحبة للحياة ولا تكره القتل أو الموت. لذلك كانت تحمل شعارات وقيم ومبادئ أكبر من التشفي. لذلك عاشت مناضلة وطنية من الطراز الفريد الاستثنائي. وكان النظام الإنغاز وانقلاب الجبهة الإسلامية القومية كطبيعة الحال شرد الكثيرين وعذب الكثيرين، وكانت الأستاذة من ضحايا النظام. لذلك خرجت مكرهة مجبورة، هاجرت إلى أرض الله الواسعة في العام 90، ولم تعود إلى وطنها الأم للسودان إلا الآن وهي في صندوق محمول على أكتاف شباب مؤمنين بقضية الوطن وقضية الديمقراطية وقضية الحرية وقضية العدالة. لم يحملوا الأستاذة إلى قبرها، إنما حملوا الأستاذة إلى أعلى، إلى أعلى، إلى رحاب الله سبحانه وتعالى، إلى الملكوت الأعلى. لأن الروح لن يكون مرقدها قبر، إنما الروح عند الله سبحانه وتعالى. والمبادئ والقيم والشعارات التي ناضلت منها الأستاذة لن تغبر، ولن يكون مكانها قبر، إنما مقامها العلياء إلى رحاب الفكر، إلى كل الشباب. فالديمقراطية ليس حكرا بإنسان، والحرية ليست هي شعار فرد انتقل إلى الله سبحانه وتعالى فقبلت هذه الأفكار. فالأفكار لا تغبر، إنما تحيا من جديد. فكل المناضلين هم شموع تحترق من أجل إنارة الطريق، وهذا درب خبرناه، وهذا قدرنا، خطى كتبت علينا، ومن كتبت عليه خطى مشاها، ومن كانت منيته بأرض فلن يموت بأرض سواها. هذه رسالة نرسلها إنابة عن كل الشباب في الحراك الوطني وكل شباب العصيان المدني إلى الشعب السوداني بأننا على الدرب سائرون إن شاء الله. فقدنا أعزاء كثر لدينا، وفقدنا آباء وأمهات ونحن في الاختراب وفي المهجر، لأن السبب الحقيقي هذا النظام الفاسد، هذا النظام الذي سيذوق من ذات الكأس كأس الموت. ولكن حينما يخبر غاطة النظام داخل القبور نقول الحمد لله، وربنا عذبهم ضعفين كما عذبوا الشعب السوداني. ولكن الشرفاء ندعو الله سبحانه وتعالى أن يتغمدهم برحمته الواسعة، لأن رحمة الله وسعت كل شيء، وندعو الله سبحانه وتعالى أن ينير قبورهم وأن يوسع في قبرهم وأن يتقبلهم قبول طيب. لا أود أن أتحدث كثيرا في هذا المقام، والمقام حزن كثير على شباب السودان وعلى أهل السودان في رحيل الأستاذة فاطمة أحمد إبراهيم. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يغفر لها ويرحمها وينزلها منزل طيب ومنزل خير. ونحييكم على الاستماع، ونرجوكم الدعاء، والموجودين داخل السودان أن يكونوا حضور في تشييع الأستاذة فاطمة. ولكم الود والتقدير والاحترام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.